عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. وروي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارقبوا للميت عند موته ثلاثة: انرشح جبينه، وذرفت عيناه، وانتشر منخره، فهو رحمة من الله قد نزلت به، وإن غطى غطيط البكر المخنوق وخمد لونه وازبد شدقه فهو عذاب من الله تعالى قد حل به. وقال قال عبد الله: إن المؤمن يبقى عليه خطايا من خطاياه فيجازى بها عند الموت، أي يجازى فيعرق لذلك جبينه. وقال بعض العلماء: إنما يعرق جبينه حياء من ربه لما اقترف من مخالفته، لأن ما سفل منه قد مات، وإنما بقيت قوى الحياة وحركاتها فيما علا، والحياء في العينين، وذلك وقت الحياء، والكافر في عمى عن هذا كله، والموحد المعذب في شغل عن هذا بالعذاب الذي قد حل به، وإنما العرق الذي يظهر لمن حلت به الرحمة، فإنه ليس من ولي ولا صديق ولا بر إلا وهو مستح من ربه، مع البشرى والتحف والكرامات، وقد تظهر العلامات الثلاث، وقد تظهر واحدة وتظهر اثنتان، وقد شاهدنا عرق الجبين وحده، وذلك بحسب تفاوت الناس في الأعمال، والله أعلم. وفي حديث ابن مسعود: موت المؤمن بعرق الجبين، تبقى عليه البقية من الذنوب، فيجازف بها عند الموت، أي يشدد لتمحص عنه ذنوبه.